أرشميدس أنت رجعت تتنفس تاني؟ قوم يا أرشميدس أرشميدس أرشميدس. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيه ده؟ أنا مت ولا إيه؟ وأنت يعني لو ميت هصحيك ليه؟ عشان تشرب مية وتموت تاني؟ أمال أنت مين؟ أنا تحسين سخان. تحسين سخان مين؟ وأنا مين؟ قوم يا أرشميدس اصحى ركز فوق معايا وفنجل لي كده. يلا يلا تحسين. تحسين انت ليه تصحيني في الوقت زي ده؟ أرشميدس في أربعة برة شباب جايين بخصوص آلة الزمن اللي انت عرضها للبيع. يعني هناخد فلوس ونجيب أكل ونعيش بقى. وبيقولوا كمان في موضوع مهم عايزينك فيه لا يحتمل التأخير باللغة العربية الفصحى. يبقى نبلغ البوليس. ايه يا جماعه الحمد لله ضيفتوا طفحتوا كوبايتين الشاي بتوعكوا. ممكن بقى تعرفوني انتوا ناويين تشتروا آلة الزمن بتاعتي بكام؟ مالك يا عم الحاج عرفان من هنا كده ليه؟ عم سلام عم الحاج هو اللي انا سمعته ده صح؟ اه صح عم الحاج. ايه يا ابني انا العالم أرشميدس احترم نفسك. ما تظبط يابا في ايه؟ من ساعه ما دخلنا عليك وانت عمال تبص لنا بقرف ولا اللي داخلين عليك ساعه الفجر في ايه مالك؟ عم سلام احنا فعلا وش الفجر وجينا قلقنا الناس وصحيناهم من نومهم ودي قله ادب واللي انت بتعمله دلوقتي قله ادب فلم نفسك بدل ما قله ادب عليك. شايف يبص لي ازاي؟ اقطع دراعي اما كان حاطط لها سم في الشاي ده عشان يخلص مننا كلنا. يا ابني اخلص منكم بتاع ايه؟ انا اعرفكم اساسا ده انا اول مره اشوفكم وبعدين انا علمي اكتر من علمكم بكتير. واو سيمينيو وحضرتك عالم؟ فوق ما تتصوري فوق فوق خالص. أرشميدس حبيبي عالم جامد جدا بس عشان التكنولوجيا تطورت والتطور طفح زياده فهو الوقت مش لاقي حاجه يعملها. يا اما بيغير حجاره الريموت يا اما بيعمل مفارش تريكو. ومش اي مفارش تريكو انا بعمل المفارش اللي هي عليها دراعات البلاي ستيشن دي. طب انا ملاحظ ان احنا جايين نشتري آلة زمن واحد بيعمل تريكو. ما شاء الله حضرتك أرشميدس وعالم عالم عالم العالم الله قد ايه قلبي وروحي دابوا فيه. انت بتسمع للاستاذ عمرو دياب؟ معقول حد من جيل الشباب البايظ ده لسه بيسمع عمرو دياب؟ انا حبيتكم ازاي بقى؟ هو اليوم يكمل غير مع فنجان القهوه واغنيه لعمرو دياب كده على الصبح؟ مش بقول لك حبيتكم. طب هو احنا بقى نتكلم في الموضوع ولا نقوم نمشي؟ مازن قلت لك 100 مره ما تكلمنيش بالطريقه دي قدام اي زفت حد. 100 مره دي ضايقتك قوي يعني زفت حد عادي؟ وي ار سو سوري جايز alors on doit finir la discussion s'il vous plaît. والله لسه خلصان حالا هنبعت نجيب. طيب استاذ تحسين ممكن اتكلم مع حضرتك على انفراد؟ انا مش مطمن. بيقول لك على انفراد. تعال تعال بس هتسيبني كده؟ اسمع من اسمع من انا ما اعرف. تعال لا 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 ما يصحش. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك اكبر مني. اتنيل يا اخي يا فندم. استاذ تحسين اولا انا عايز اعتذر لحضرتك جدا على الميعاد المتاخر اللي احنا جايين فيه واولا برضو عايز يا عم اخلص حنان منك. استاذ تحسين يا فندم. نعم مصر محتاجاك. لا ثانية واحدة بقى كده أنا سمعت البق ده الجزء اللي فات واتكحولت بعديه 30 حلقة. مصر محتاجاك الجزء ده كمان يا أستاذ تحسين. طب وأنا أعمل إيه بأجزائي؟ أستاذ تحسين شايف الوضع اللي إحنا فيه؟ الوضع بقى مزري لا في شغلة ولا مشغلة. هو مفيش شغلة بس إيه المشغلة دي؟ هو أنت بتملى بأي كلام وخلاص؟ أستاذ تحسين إحنا جايين علشان نشتري آلة الزمن بتاعة أرشميدس. إيه الأداة ده؟ حلو وما معناش فلوس. يلا يلا بينا يلا هورو. ما معكوش فلوس جايين ليه؟ بتعشمونا ليه؟ ده انا حلمت بورك فرخه ورز معمر من دخلتكوا علينا. سيبني يا تحسين سيبني يا تحسين اضربهم بالاختراع بتاعي. بلاش انت الاحسن المازن يطول ما اختراعاتك دي اللي عملت فينا كده. طب
معلش طب اهدى بس خلينا نتكلم. اهدى ايه يا شحاتين يا زباله؟ يلا من هنا يلا. احنا مش شحاتين، احنا عرفنا معلومات عن الراجل اللي كان هيخلينا نتطور واختفى زمان. ايه؟